بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي ومتابعي قناة أخبار عاجلة في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأهم وآخر أخبار النادي الأهلي المصري. في البداية ما تنساش عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس علشان توصلك كل أخبارنا الجديدة. أثبتت الأشعة التي أجراها الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وكان بيرسي تاو قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في آخر الشوط الثاني متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية، وعلى إثرها أكمل النادي الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد نفاذ الخمسة التغييرات التي يقوم كل فريق بإجراهما خلال المباريات. وأجرى اللاعب الجنوب أفريقي أشعة رنين مغناطيسي على العضلة الخلفية أمس لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، وأثبتت الأشعة التي أجراها بيرسي تاو إصابته بتمزق في العضلة الخلفية سيغيب على إثرها بيرسي تاو عن النادي الأهلي لمدة 4 إلى 6 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أكثر من مرة. هذا ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فيوتشر يوم الجمعة المقبل على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.